evangelium or as Alfira's letter. هيحصل ايه تشيرش ما بين ايه اللي موجود في الفيروس وما بين الايه الجهاز اللي موجود في البلاط اللي في الكابيلا هنا اللي في البلاط. يبقى انا محتاج اكبر الجزء ده علشان اشوف الجهاز جديد ازاي. يبقى لازم ادرس هذا الجزء اللي هيحصل من خلال الجهاز اكسيتشينج انطلاقا ان انا هستخدم بقى اسمها ايه؟ ريسبيراتوري ممبرين او الالعاب البلكونري ممبرين او الالعاب الفيلو كابيلاري ممبرين. هتكبر الجزء ده هنا كده ونرجع الحركه نشوفها. قال لك اهو الحاجه اللي ايه؟ الالفيلو سلام مش فاهم الايثيريا بلايننج صح ولا لا؟ وهذا الايثيريا بلايننج اللي هنا اهو مش فاهم او راسي على حاجه اسمها ديزنت ممبرين. والكابيلا اللي انا خدت بره في السيرش لها نوع معين من الايثيريا بتاعها الايثيريا بلايننج صح؟ يبقى في نوع الايثيريا بلايننج للكابيلا ودي بره ديزنت ممبرين. طيب زي ما قلتوا الكلام في البلوطه اللي فوق سكه الانترستيشن صح كده في السيره كده يا جماعه؟ الانترستيشن سبيس اللي هو الجزء ده هيفصل ما بين ايه؟ ما بين الفيروس وما بين الكاميرا. يبقى لو ركزنا كده كنا بنتكلم مره في المحاضره اللي فاتت كنت بتكلم معاك في المحاضره وقال لك ايه؟ ان في حاجه اسمها لونج سير فاكتنت صح؟ وهذا يا جماعه ادي الفيروس اهي المفروض في هنا هوا صح؟ وفي هوا ووتر صار ميه. لو الووتر بير صار الميه لمس الهوا بس هيحصل حاجه اسمها ايه؟ الفيروس هتحول لجلاس حاجه اسمها سيرف ستيشن. انت لو فتحت الحنفيه بالراحه خالص الحنفيه هتقع النوع بتاعتها واخده شكل مثلث ولا دايره ولا كوره ولا مربع؟ طيب ها؟ شكل هل الشكل ده كده؟ طب اشمعنى الشكل ده؟ ده انا هقوم سيرف ستيشن نتيجه السيرف ستيشن قاعد من الميه بتحلل الهواء في السيرف ستيشن فتاخد الشكل ده على اساس تاكد مساحتها. فلو الهواء طاق الميه هنا بيبقى كبيره السيرف ستيشن يزيد هيخلي الفيروس في كل ناس وعارفه منطقه ربنا خلقها عاملين لك حاجه اللي هو اسمها سيرف فاكتر. هذا السيرف فاكتر بيعمل ايه؟ بيفصل ما بين الفيروس فايتنج الفيروس والايه؟ والبير اللي موجود فبيمنع الايه؟ الوتر انترفيس فيقلل السيرف ستيشن من البص يا جماعه ما ينفعش تخرج من الريسبيراتوري سيستم فيسيولوجي من غير ما تعرف يعني ايه سيرف فاكتر. ده اساسي تبقى عارف يعني ايه سيرف فاكتر كديفينيشن لهم كسيم للطباعه كفانكشن كاكا الحاجات الاساسيه افكت اوف ديفيشنسي. فالسيرفاكتر هنا دلوقتي هيبقى فانكشن غلط اما هيبقى ايه؟ هيبقى سيرف ستيشن غلط دلوقتي كومبليكس هيقلل السيرف ستيشن. اللي عايز يوصله الكلام ايه احسن في كل مره النهارده؟ ان دلوقتي هلاقي في ايه؟ هلاقي بعده سيرفاكتر هلاقي ووتر بير هلاقي ان هو مين؟ الاثيريال لايننج اوف الفيروس وثم الرسم من البريم بتاعها ثم مين هنا؟ ثم الروح الاقي السبيس اللي عندي ده ثم الاندوثيليا لايننج تحته اقول ايه؟ البيزمنت ممبرين. البيزمنت ممبرين الاندوثيليا لايننج رسمه مش هتبقى رسمه دي حاجه بس انا هبص على الرسمه دي يا جماعه. هنا كده بكام يعني انا هرفع الشكل ده بص اجيبها هرفعها بشكل ده كده ايه؟
الكون من ايه؟ بيتكون من اندوثيليا مايو وعارفه بعد البيسمنت ممبرين اندوثيليا مايو متكرره ومعاها البيسمنت ممبرين ثم الانترستيشيال ثم البيسمنت ممبرين ثم الاندوثيليا مايو متكرره ثم الغده الضيقه ثم السرفات وهنا كده. اوقات العكس يمكن انت هتعملها المهم في الحياه هتقول كل الجايز يبقى الجزء المعروف عارف انت بتاعك بتتكون من ايه؟ انت فاهم انها تتكون من يا اما تتكون من يبقى الرسايات والبلغمه قول ايه؟ ها انا عارف هتفيلو تقول لك من بريك كل ده حتى تتكون من لو بدات تتكون من يبقى عباره عن ايه؟ عباره عن السلفات ومعاه مين؟ الوتر اللي هو بيحطيه عباره عن ايه تاني؟ اللي يزيد يا مايك بتاعت اسمه البريك الانترستيشيال سبيس والبيزنس من البريك بتاع ايه؟ بتاع الكبيره اللي بتطلع لي توصيل يا مايك. سهله ولا صعبه كده يا جماعه السلايات من البريك بيمتاز بان ايه؟ السيكونس بتاعه كام؟ لو انتوا بتتكلموا حاجه في السيمينار بالمايك 6 من 10 مايك والسيرفس ايريا بتاعته كام؟ 70 متر مربع.